أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بما جرى تحديدا في السودان وفي أم درمان، حيث قالت وسائل إعلام سودانية بأنه تم اعتقال عناصر من استخبارات الجيش السوداني من بينهم ضباط بمنطقة واد سيدنا العسكرية في أم درمان بتهم الإعداد لانقلاب. كشفت صحيفة السوداني أن حملة الاعتقالات استهدفت ضباطا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة، أبرزهم قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي والمسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، إضافة لمسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات. وأضافت الصحيفة أن الاستعدادات جارية لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان. كما نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إن الاعتقالات تزامنت مع زيارة إبراهيم جابر مساعد قائد الجيش السوداني لمنطقة وادي سيدنا العسكرية. وأضاف مصدر الصحيفة أن الضباط الذين تم اعتقالهم من أكفأ ضباط القوات المسلحة بأم درمان. وللحديث أكثر ينضم إلينا من الرياض الكاتب الصحفي السوداني محمود لعوتة. أهلا وسهلا بك سيد محمود، أبدأ معك من آخر ما جاء في هذا الخبر وهو اعتقال هؤلاء الضباط الذين يعتبرون من أكفأ القيادات في الجيش السوداني، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الاستضافة وتحياتي لكم. أهلا وسهلا. طبعا الخبر الذي يعني ورد اليوم انا اعتقد كان شيء متوقع من السابق. نحن نعلم انه كان هنالك في تململ شديد وسط الضباط الصغار بالذات في الجيش بسبب النتائج العمليات العسكريه التي شهدتها هذه الحرب منذ 10 أشهر، ويمكن هذه المساله يعني كانت في البدايه تصهر من اللقاءات العسكرية التي يعني يجريها قادة الجيش على رأسهم البرهان. نلاحظ كيف يعني الاستقبالات والحماس الذي يعني يظهره الجنود بأنهم يريدون أن يحسموا هذه المعركة. وأنا بتذكر إنه كان في زيارة أخيرة للبرهان إلى معسكر كري، كانت هنالك الجنود يعني يتصايحون ويتهادفون ويطلبون من قائد الجيش السوداني أن يفك اللجام حتى يحسموا هذه المعركة. وأنا أعتقد فك اللجام أصبح شعار كبير للجيش السوداني في هذه المعركة. فأنا أتوقع التحرك الذي يعني ظهر أخيرا ليس بغريب، بالذات بعد المسألة سقوط مدني والبيان الذي أصدرته قيادة الجيش السوداني بانسحاب الفرقة الأولى من مدني واتجهت إلى سنار وإلى المناجل وبعض الأشياء. هذه الأشياء بالذات يعني حتى الآن لم يصدر أي تحقيق بالنسبة، يعني حتى بعد ما أصدرت القائد العام أو القيادة العامة للجيش السوداني بأنه سوف تكون هنالك تحقيقات مع قائد الفرقة الأولى، والآن مضى أكثر من شهرين على سقوط مدني ولم تصهر هذه التحقيقات. هذا التحرك الذي ظهر اليوم في منطقة أم درمان أنا أعتقد كان متوقع من صغار ضباط الجيش، لأنه نحن يعني كصحفيين تابعنا بعض. طيب سيد محمود، إذا ما سلمنا جدلا بأنه من بين الأسباب هو عدم الرضا عن النتائج، ولكن هل يصل ذلك إلى حد الانقلاب؟ وأنا أعتقد هذا ما نسميه انقلاب يا أختي، لأنه الانقلاب لم يحدث في القيادة العامة. دائما في تاريخ الانقلابات في السودان يتم من مقر القيادة العامة. أنا أعتقد هذا ليس يعني انقلاب، وإنما تذمر على الأوضاع. والذي أسمع أنا كصحفي هنالك بطء في تنفيذ الأوامر من القيادة العامة، يعني حسب ما نسمعه إنه لماذا تتحرك العمل، هنالك بطء في حسم هذه المعركة، يقال هنالك بطء في تنفيذ الأوامر. يعني وفي أي نوع من الأوامر سيد محمود؟ الأوامر العسكرية للتحرك يعني الهجوم. يعني كما لاحظت يا أختي الاستراتيجية العسكرية للجيش السوداني
منذ أن بدأت هذه الحرب هي استراتيجية دفاعية، يعني الجيش حتى في الأقاليم في الخرطوم في أي مواقع هو يعني قابع في معسكراته لا يهاجم، إنما قوات الدعم السريع هي التي تهاجم، بالرغم أنه الجيش كان له قدرات أن يهاجم. والجيش لحد الآن لديه مواقع محتلة من قوات الدعم السريع ولم يستطيع أن يحررها، هذا هو السبب. يعني أنا يعني البطء في الأوامر هو أن الجيش لا يبادر بالهجوم وإنما يدافع عن مقاره. يمكن في الفترة الأخيرة من الشهر الأخير من هذه الحرب بدأ الجيش بمناورة هجومية على بعض المواقع لقوات الدعم السريع ومتركزة بالذات في مدينة الأم درمان. أنا أعتقد هذا لا نسميه انقلاب، نسميه مسألة بتاع التضجر وتذمر من هذه القوات بأنهم يريدون أن يحسموا هذه المعركة. أنت قلت أن هذه القام بهذه الانقلاب أو هذا التحرك من أهم المراكز العملياتية العسكرية، بالتالي هم يعرفون تماما كيف أن يقيمون يقومون الميدان ويقلمون النتائج، وبالتالي هم قاموا بهذه المسألة. لا لكن طيب سيد محمود، إذا كان من بين النتائج والأسباب هي يعني عدم رضا كما ذكرت، ولكن من بين الضباط المعتقلين مسؤول بأنظمة التشويش على المسيرات، من أين أتى بهذه القوة لإحداث هذه البلبلة أو الصدع في جسم الجيش السوداني؟ هل برأيك تحرك فقط من أسباب الميدان ونتائجه، أم أن هناك إعاز من أطراف ما؟ هذا هو سؤال جيد. أنا يعني يمكن أنت دخلتي معي في البداية في بعض الأسئلة الجانبية، هو لماذا قام هذا القائد بهذه العملية في زيارة فريق إبراهيم جابر؟ لماذا لم يقم بها عندما زار العطا أو زار الكباشي أو حتى برهان زار هذه المعسكر معسكر كريدي عدة مرات، حتى عندما خرج من القيادة العامة كان في البداية زار معسكر كريدي ثم ذهب ومن ثم ذهب إلى بورسودان. أنا أعتقد هنالك أشياء، أنا كصحفي لا أريد يعني أسرار في الجيش لا أريد أن أتحدث فيها هنا الآن، لأن هذه أسرار ولازم نتأكد من هذه الأسرار. والسؤال لماذا لكن يمكن أن نعرج على الفرضيات، قد نعرج الفرضيات. هنالك يا أختي الكريمة، وهذا ليس بشيء رسمي، يعني هنالك اتهامات تحوم حول هذا الرجل، هذه ليس أشياء يعني مثبتة ولكن نقرأها في مواقع التواصل الاجتماعي. قد يكون هذا التذمر بسبب زيارة هذا الفريق الذي طبعا له دور كبير جدا، وعضو في مجلس السيادة وعضو اللجنة التشاورية بالنسبة للتفاهم مع قرارات الأمم المتحدة. فأنا أعتقد هنالك أسرار يعني صعب الإفصاء عنها عبر يعني قناة رسمية، ما كما ذكرت لك ما لم أن تكون هنالك إثباتات وهنالك يعني أدلة على هذه الأشياء. أنا أعتقد إنه المسائل يعني قد تجر بعد أن يطرح هذه المسألة للتحقيقات ويعتقل هذا العميد ويحقق معه لماذا قام بهذه الأشياء. أنا أعتقد إنه حتى الحركة التي قام بها يعني هذا العميد هذا ليس الوقت المناسب، لأنه أنا أعتقد حسب التحليلات والتقارير التي تنشروها والتي نسمعها أن الجيش السوداني متقدم في مناطق كثيرة من ربما ليس له علاقة بالميدانيات عن تقدم الجيش السوداني في منطقة عن أخرى، ولكن ربما عن التحركات السياسية. وزير الخارجية السوداني كان في طهران أمس، حديث عن تزويد بمسيرات للجانب السوداني وإعادة هذه العلاقات بعد سنوات من الفتور والانقطاع. طيب أنا أعتقد أنت كلامك صحيح، يعني مدام الجيش بيجيه مسيرات من إيران أنا أعتقد هذا ما سبب بيخليه هو يعني يقوم أو يقوم بهذه الحركة. يعني إحنا دائما الجيش يعني مثل هذه القرارات لا يتخذ قرارا يعني من جانبه في مسألة إنه هو منطعب من هذه القرارات، هو دائما يعني الخارجية هي التي تتولى هذا الأمر. يعني إحنا على عبر التاريخ السياسي أو على عبر
الحكومات العسكرية التي يعني استولت على الحكم في السودان. يعني كما تعلمين أنه أكبر فترة مقرة 52 عاما من الحكم في السودان كان على يد العسكر. لم نشهد يعني ظاهرة بأنه الجيش تمرد على أن الحكومة قامت ب يعني علاقة أو تنظيم علاقة مع دولة ما، وبالتالي هو ينطاد عن هذه المسألة وتطجر، ما لا يدخلون في مثل هذه القرارات. قد يقوموا بانقلاب يعني يقلب الحكومة، لكن أن يطلع الجيش أو قادم من الجيش يقول أنهم يعني ضد يعني قرار الحكومة يعني إعادة علاقات مثلا مع دولة يعني زي إيران أو دولة أخرى، ما أن أعتقد يكون هذا سبب يعني يجعلهم أن يقوموا بانقلاب أو يقوموا بمثل هذه الحركة. أنا كما ذكرت لك أنا لا أسميها حركة، لا أسميها انقلاب، أنا أسميها حركة ضد يعني قرارات معينة. أو يعني سيد محمود أنت لحد الآن تشكك بأن يكون انقلاب، ولكن عودة إلى تصريحات صحيفة السودان التي تحدثت عن انقلاب، وإن كان فعليا كذلك برأيك هو لصالح من؟ هل لصالح قيادات بعينها أم قيادات أخرى قد تنصب نفسها خليفة للبرهان؟ هو طبعا حتى الآن نحن ما ذكر أسماء حتى نقدر أن نحلل تحليلا. لم تذكر أسماء، ولكن هي قيادات هامة حسب الصحيفة. نعم دائما. نعم هي قيادات هامة يعني، لكن أنا أعتقد الأسماء، ذكر الأسماء قد تساعدنا على معرفة هوية هؤلاء وإلى أي جهة سياسية ينتمون. كما تعلمين دائما في تاريخ الانقلابات في السودان دائما الانقلابات تدعمها بعض الأحزاب، يعني كما حصل في انقلاب مايو في زمن نميري أنه الحزب الشيوعي السوداني دعم انقلاب نميري، في 58 حزب الأمة دعم يعني انقلاب عبود، وفي 89 يعني دعم الحزب الأخوان المسلمين اللي هو نظام البشير. فنحن أنا أعتقد يعني ذكر الأسماء شيء مهم جدا، أن نحن كصحفيين متابعين قد نعرف من خلال ذكر الأسماء بمصادرنا أن نسأل من هؤلاء ومن هويتهم ولا أي جهة يعني ينتمون، وبالتالي يعني قد نستطيع أن نعرف إنه هذا الانقلاب يعني لصالح من يعني تم تنفيذه. أرجو أن تبقى معي سيد محمود لننتقل إلى مراسلتنا من بورت السودان مديرة مكتب الحدث لينا يعقوب. مرحبا بك لينا، هل أنت معنا؟ هل تسمعينني؟ نعم أسمعك تماما. نعم أرحب بك مجددا لينا، ما الذي استجد من معطيات ومعلومات حول ما جاء في صحيفة السودان حول محاولة هذا الانقلاب؟ نعم كما ذكرنا هناك تململ من بعض الجنود والضباط من القيادة الموجودة في الجيش حاليا، قد تكون هناك تحركات ولكن ليس الغرض الأساسي منها القيام بمحاولة انقلابية وإزاحة النظام العسكري الموجود الآن، إنما القصد القيام بتحركات ضد الدعم السريع لاعتبارات تتعلق بها. نعم لينا هناك تذبذب في الصوت. نعم سنعود إليك لينا في حال جهوزية الاتصال. أعود إلى ضيفي سيد محمود. إذن مراسلتنا لينا باشرت مداخلتها بتململ داخل الجيش السوداني كما تفضلت وقلت بسبب ربما النتائج على الأرض وتقدم الدعم السريع في مناطق ما أو من هذا القبيل. على كل سنعود إلى مراسلتنا لينا في حال جهوزيتها. السيد محمود، بعد إزاحة هؤلاء الضباط برأيك هل انتهت بذلك المخاوف؟ والله أعتقد لا، يعني أنا أعتقد أنه يعني أنا زي ما ذكرت لك في بداية حديثي أنه مثل هذه الحركة كانت متوقعة بناء على النتائج التي يعني كانوا كل الخبراء يتوقعون أن يعني أو مش الخبراء، تصريحات العطاء وتصريحات قائد الجيش بأنهم سوف ينهون هذا التمرد. ولكن طبعا يعني ما لن يكون بمثل هذه الطريقة. أنا أعتقد بعد أن تم يعني إحباط هذه المحاولة
لن يعني تقوم حركة يعني بالشكل الطبيعي. ولكن الذي أتوقعه أنه بعد انتهاء هذه الحرب، أنا أعتقد هنالك حيكون في تغيير جذري في الجيش السوداني، يعني هذا المتوقع. هو في الأساس يعني أي حركة انقلابية في هذه الظرف، حتى يا قبل كده هنالك خبراء اقتصاديين عسكريين ذكروا في قناة الحدث بأنه لن تكون ناجحة أو غير مرغوبة، لأنه حتحدث انشقاق في الجيش السوداني، والآن الانشقاق غير مطلوب لأنه الجيش السوداني يخوض حرب. إذا تم الانشقاق فإن أعتقد هذه تعتبر نهاية الجيش السوداني، وممكن يستطيع قوات الدعم السريع أن يحسم المعركة، لأنه الآن الانقلابات. طيب، ما جرى اليوم ليس انشقاقا؟ ليس انشقاقا، إنما هو يعني أنا زي ما قلت لك وأنا مصر على هذه المسألة، يمكن الزملاء الأخوان الذين سبقوني في الحديث عن هذا الموضوع أو حتى جريدة الصحيفة السوداني، ليس هذا انقلاب كامل الدسم، يعني انقلاب يعني تشارك فيه، ونحن نعلم أنه الانقلابات في السودان تشارك فيها كل الوحدات، لكن هذه وحدة واحدة لا أعتقد أنه هذا يكتب له النجاح، يعني لأنه يعني قد تكون مسألة زي ما ذكرت لك مسألة مقصودة عن زيارة الفريق إبراهيم جابر كما ذكرت لك، يعني فبالتالي هذه من الفرضيات، يعني فهذا ليس انقلاب لأنه ما مشاركة قائد الجيش في بورسودان يا أختي، كيف يكون انقلاب؟ هذا نعتقد مسألة انتحارية، يعني الذي يقوم بهذا الانقلاب حتى لو قام لا يستطيع أن يحقق بعض المكاسب أو النتائج التي يعني قام من أجل هذا الانقلاب، ولن يستطيع أن يعني يحتل على المقار كل المعسكرات العسكرية في أو الحاميات في الخرطوم فقط، لا يستطيع أن يحتلها. فما ناهيك عن على الحاميات الكبرى في عطبرة وفي بورسودان وفي خشم القربة وفي كسلة، يعني فأنا أعتقد هذا ليس انقلاب بالمواصفات العسكرية التي نعرفها نحن. ابقى معي سيد محمود لنعود إلى مراسلتنا لينا، تنضم إلينا من بورت سودان مديرة مكتب الحدث. لينا، هل لك أن تضعين في آخر المعطيات؟ نعم، هذا الخبر هو يعني هذا الاعتقال لم يتم مثلا أمس أو أول أمس، لديه أكثر من أسبوع تمت هذه الاعتقالات بحق هؤلاء الضباط. المعلومات يروي أن هناك رأي مخالف لها. لينا، نواجه دائما مشكلة معك في الصوت حتى عبر الهاتف، هل تسمعينني الآن؟ طيب، يبدو أن الاتصال انقطع مع مديرة مكتب الحدث في السودان لينا. أعود إلى ضيفي سيد محمود، مراسلتنا قالت بأنه هذا الاعتقال لم يتم اليوم أو أمس وإنما منذ أسبوع، لماذا الإعلان عنه الآن؟ وهو يعني حتى الآن لم يصدر بيان من قيادة الجيش بهذا البيان، إنما هذه تسريبات لصحيفة محلية، يعني هذا حسب الذي فهمته من الخبر التي أنتم يعني بسيتموه، إنه صحيفة السوداني هي قامت بتسريبات هذا الخبر، يعني حتى الآن لم تكن هنالك أي بيان رسمي في الجيش يتحدث عن هذا الانقلاب، وإنما يعني الغرض منكم والهدف إنه تكتموا على هذا الموضوع حتى لأنهم في حالة حرب، يعني يمكن قد يكون هذا هو السبب الأساسي، لا يريدون أن يسيروا الرأي العام، لأنه يا أختي أنا أعتقد هذا الخبر سوف يكون يعني له يعني وضع الصاعقة في الشارع السوداني، لأنه يعني قد يؤثر على يعني مجريات الحرب الآن، وحتى أنه أعتقد أنه قوات الدعم السريع سوف تستغل هذا الخبر من أجل يعني دعم يعني مجهودها الحربي، ويعني قد 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 تحلل او قد تقول انه هنالك تململ في الجيش، وهنا على يعني على صح من انهم قاموا بهذه الحرب ضد يعني قادة الجيش. هم بيذكروا دائما قوات الدعم السريع بانهم يعني قادة الجيش هم يعني الذين معينين بالامر في هذا، بدليل انه قائد الدعم السريع دائما في خطاباته يذكر انه على شرفاء الجيش ان ينقلبوا على القادة حتى يعني يستطيعوا أن يحققوا أو ينظموا جيش موحد، جيش خالي من كل الانتماءات السياسية. فيمكن قد يكون سبب عدم يعني إعلان أو كشف عن هذا
الانقلاب للظروف العسكرية التي يمر بها الجيش حاليا. طيب، قبل أيام أيضا كانت هناك معارك ضارية آخرها في بابا نوسة التي تضم أهم قواعد الجيش، واليوم هذا الخبر الذي جاء على صحيفة السوداني جاء بالتزامن مع زيارة لإبراهيم جابر إلى واد سيدنا. في أي سياق يمكن وضع كل هذه التطورات برأيك؟ طبعا بكل أكد يعني هذا الخبر له تأثير كبير جدا على الحاميات، بالذات في الأطراف في بابا نوسا، في الحاميات اللي هي طبعا الجيش السوداني يمتلك 22 حامي على مستوى السودان، ومنها طبعا سقطت كثير من الحاميات بالذات في غرب السودان، حيكون له التأثير والوضع والاستفسارات يعني بالذات منطقة بابا نوسا، لأنه استطاعوا في معقل القوات الدعم السريع أن يحققوا انتصارات على قوات الدعم السريع، وهي طبعا حامية مهمة جدا بالنسبة للجيش السوداني، أو يمكن هي الحامية الوحيدة التي أصبحت يعني تقع جغرافيا في إقليم غرب السودان، وبالتالي يكون لها تأثير. لكن أعتقد المفروض يعني قادة الجيش الآن الفريق البرهان أو من أو الكباشي أو العطا أن يخرجوا على الناس لتمليكهم الحقائق يعني، أو على الأقل الجيش السوداني الآن يصدر بيان رسمي عن حول هذا الموضوع، لأنه هذا الأمر يعني صعب السكات عليه يعني، حتى يملكون الشعب السوداني الحقائق وماذا يدور داخل الجيش السوداني، هذا شيء مهم جدا لا يمكن تجاهله يعني. والمفروض الآن متحدث رسمي، لا أنا أعتقد قائد الجيش يصدر بيان أو يتحدث عن هذه الواقع أو يرد أو ينفي أو يقول أي شيء أو يوضح للناس يعني، وهو يوضح حتى لوسائل الإعلام، لأنه أعتقد البيان الرسمي يعني حيكفي كثير من المتابعين لهذا الأمر. طيب، نحن نتعامل مع ما لدينا الآن، في حال عدم صدور هذا البيان الرسمي وإن لم يخرج الجيش أو قائد الجيش ببيان، ما الذي يخشاه برأيك الآن، خصوصا وأنه كانت هناك دعوات مستمرة للبرهان بتسليح السكان وتسليح المدنيين في السودان؟ لا أنا أعتقد أنه هل ترين أنه مسألة تسليح السكان له علاقة بالحركة التي حدثت اليوم؟ يعني هل أنا أعتقد العسكريين يعني راضون كل الرضا عن أنه للمقاومة الشعبية التي يعني تم تنظيمها أخيرا، لأنه سوف تساند الجيش في معركته ضد الدعم السريع، لأنه الجيش محتاج لجنود مشاة يعني كثيرة حتى يستطيع أن يحقق انتصارات على الأرض، بالذات في ملاحقة قوات الدعم السريع في الأحياء والمناطق والأزقة والشوارع الضيقة يعني. لسه ما زال الجيش السوداني يعاني في معركته مع قوات الدعم السريع في منطقة أمدرمان القديمة من مصاعب عسكرية، هو الآن بيحتاج لتحرك يعني مشاة حتى يقضي على جيوب قوات الدعم السريع في المناطق التي ذكرتها. أنا أعتقد أنه حتى إذا الجيش لم يصدر بيان، أنا أعتقد هذا شيء سلبي وقد يؤثر على كثير من الحاميات المنتشرة في داخل السودان يعني، لأنه هذا كما ذكرت لك يعني من الصعب السقوط عليه. أنا أتوقع أنه بعد قليل أو بعد فترة الجيش السوداني حيصدر بيان ليوضح للجميع ماذا يحدث، لأنه كما ذكرت لك صعب التعامل مع معطيات هذا الحدث بهذا الشكل يعني. طيب، أرجو أن تبقى معي سيد محمود لنشرك معنا في هذه المداخلة من القاهرة. تنضم إلينا صباح موسى الصحفية المتخصصة في الشأن الإفريقي. أهلا وسهلا بك سيدة صباح. لو يعني نستفهم منك رؤيتك لما جرى اليوم في السودان وتحديدا في أمدرمان حسب ما أفادت به صحيفة السوداني بانقلاب أو محاولة انقلاب، كيف ترين ما جرى الآن؟ بداية تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم والسادة المشاهدين.
بالتأكيد ما راجع أو نقلته صحيفة السوداني. دعينا نتحدث بأنه لم يكن التفسير، لابد أن نتحدث ببيان رسمي من الجيش أولا. صحيح أن الصحيفة من الممكن أن تكون معلوماتها بنسبة كبيرة صحيحة، لكن التأكيد والمعلومات الأوفر ستأتي في بيان الجيش. نحن ننتظر في هذه اللحظات إذا كان هناك محاولة انقلاب بالمعنى العام، أم أنها كانت يعني دعوة للتذمر داخل الجيش. هل هذه الدعوة من إدارة الجيش للمعارك بأن الجيش يعني متذبذب في عملية الحسم، أم أنها تواطؤ مع قوات الدعم السريع؟ لا نستطيع أن نستقرئ ذلك إلا عندما تنكشف أمامنا المعلومات كلها. يعني تابعت مراسلتكم في البورسودان لينا يعقوب عندما قالت أن هذا الاعتقال لم يتم اليوم أو أنه من أسبوع، وبالتالي الجيش لم يعلنه منذ أسبوع. هل كانت هي محاولة انقلابية أم هي محاولة للتململ وحاول احتواء هذه المحاولة؟ ليست هذه هي المرة الأولى، حتى من قبل الحرب كانت عمليات انقلابية كثيرة لم يعلن عنها. أعلن فقط عن انقلاب لبكراوي، كان معروف هذا الانقلاب، وبعده أعتقد أن الجيش اتخذ مسارات مختلفة. يعني أعتقد أن مثل هذه الانقلابات تعطي إنذارات للجيش، لا أميل أنها ستكون لصالح الدعم السريع. أنا أعتقد أن الجيش يتململ من عدم الحسم في السودان. يعني فكرة المفاوضات التي تجري من آن لآخر يعتبرها بعض قادة الجيش أنها تخاذل، ويعني على مستوى كبير أنا أميل لفكرة أن التململ يأتي نتيجة لحسم المعارك على الأرض. لكن يبقى السؤال، لماذا هذا التوقيت والجيش السوداني في حالة من الانتصار على الأرض؟ المعلومات التي ترد إلينا أن الجيش يعني منتشر بشكل كبير في أم درمان وبحري وفي الخرطوم على وجه التحديد، حتى في بابانوسا كما ذكرنا وبعض الأماكن في السودان. وبالتالي لماذا هذا التوقيت؟ إذا نحن نريد أن نتأكد هل هذه المحاولة، لا أستطيع أن أسميها محاولة بالمعنى، هل هذا التململ جاء اليوم الأمس أم قبل أسبوع؟ يعني دائما في المحاولات الانقلابية لا يمكن لنا أن نتحدث بهذه الطريقة إلا بعد إعلان رسمي من القوات طيب المسلحة. طالما هذا الإعلان لم يصدر بعد، تبقى كل سيدة صباح، الناس مديرة مكتب الحدث أكدت منذ قليل بأنه كان هناك فعليا حملة لاعتقالات لضباط في الجيش تمت قبل أسبوع أو تمت الآن، لكن الاعتقالات تمت. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك كما ذكرت لك أنت بين سيناريوهين، إما هؤلاء الضباط يعني حاذقون على البرهان ويريدون حسم المعارك ومتململون من القيادة، وإما هناك خيانة وتواطؤ داخل الجيش وأنهم لا يريدون تفاوض ويريدون مسألة التفاوض مع الدعم السريع. لكن أنا أميل في السيناريوهين إلى فكرة التذمر نفسه على البرهان لو كانت هذه محاولة من هذا القبيل، لأنه يعني دائما القيادة السودانية أو قيادة الجيش على وجه التحديد هناك تردد كبير في قراراتها، دائما هناك أصوات عالية ولكن التنفيذ على الأرض كان بطيئا ومترددا على مستوى القيادة. وبالتالي من الممكن أن يكون هؤلاء الضباط، وأنا أستشعر ذلك لأنهم جاءوا يعني من منطقة تشهد يعني تحركات وقتال عنيف ضد الدعم السريع، فأعتقد وأيضا قالوا إدارة العملية، وإدارة العمليات هذه في تقديري يعني لديها ما لديها تجاه الدعم السريع. فإحنا ونحن نستقرئ الوضع، نستقرئ من خلال يعني مؤشرات، ليس لدينا معلومات واثقة حتى نتأكد من أن هذا الأمر كان لصالح الانتصار على الأرض أو لصالح التواطؤ مع الدعم السريع. طيب ابقي معي سيدة صباح لأعود إلى السيد محمود. طيب ضيفتنا من القاهرة وضعت سيناريوهين وفرضيتين، إما إذا كان فعليا ذلك راجع لتململ في عدم اتخاذ سريع قرارات سريعة من قبل الجيش السوداني على الأرض، أو خيانة ما
تواطؤ مع الدعم السريع. سيد محمود، من خلال متابعتك لكل المجريات وآخر المعطيات، التحركات للدعم السريع خارجيا، انسحاب من الإيجاد من قبل أو تعليق العضوية من الإيجاد من قبل الجيش السوداني، كل ذلك، ما الفرضية الأقرب برأيك؟ الفرضية لمنعه، يعني وضح السؤال يا أختي معلش. الفرضية الأقرب، هل هي فعليا بأن هناك تململ وعدم اتخاذ قرارات على الميدان من قبل الجيش، أم أن هناك إعازات ما لصالح الدعم السريع أو لصالح أطلاف أخرى؟ هو طبعا في مسببات كثيرة لمسألة تجميد عضوية السودان في منظمة الجات. أنا أعتقد أنه منظمة الجات لم تنجح، الإيجاد سوري، لم تنجح في أنه قيادة هذه المفاوضات بالشكل الدبلوماسي اللبق، لأنه يعني دخلت هنالك يعني مسببات، مثلا اعتذار قائد الدعم السريع من حضور الاجتماع في ديسمبر الخميس الماضي في الشهر الماضي بأسباب يعني غير مقنعة للجانب السوداني، أو حتى غير مقنعة للقائمين على أمر الإيجاد، يعني أنه أسباب فنية، هذا يمكن قد يكون يعني أحد الأسباب. زيد على ذلك أنه الإيجاد استمرت في هذه المسألة ودعت يعني قائد الدعم السريع وقائد الجيش السوداني لقمة استثنائية في عين تبي لمناقشة أزمة السودان ومشكلة الصومال بشان الميناء اللي هو بربرة. فبالتالي أنا أعتقد كان على الإيجاد أن تستمر على نهج أنه هي يعني تدعو القائدين اللي هو قائد الدعم السريع والجيش السوداني للاجتماع المؤجل وليس لمناقشة يعني قضية أخرى، يعني كأن هنالك يعني عدم احتراف ضمني بعضوية السودان بقيادة قائد الجيش السوداني، وهذا ما تريده قوات الدعم السريع. قد تكون هنالك مسببات ثانوية في مسألة أنه يعني قائد الجيش أو الخارجية السودانية أعلنت تجميدها لعضويتها بأنه هنالك يعني عدم رضا في خوض المفاوضات مع قائد الدعم السريع، لأنه الظهور، زيد على ذلك ظهور المقاومة الشعبية التي تطالب أيضا أنها لن تتعايش بعد الحرب مع يعني قادة مع الدعم السريع. فبالتالي كل هذه مسببات وعوامل متداخلة جعلت يعني الخارجية السودانية في تجنيد عضويتها. نحن كان عندنا على فكرة في 2007 كان في نفس الكيس اللي هو الخلافات بين أريتريا وأثيوبيا حول الحدود، وانسحبت أريتريا أو ألغت عضويتها ولم تعد إلا في عام 2023 في آخر اجتماع في جيبوتي. فأنا أعتقد المنظمة هي ضعيفة سياسيا، هي منظمة أساسا قامت من أجل طيب. يعني سيد محمود لو سمحت لي أريد أن أوضح السؤال مرة أخرى، برأيك كيف سيؤثر ما جرى اليوم، هذا التململ في الجيش، تغيير القيادات، كيف سيؤثر على المسار السياسي سيد محمود؟ أنا أعتقد ما حيكون في تغيير شديد. أن إحنا لو رجعنا إلى خطاب البرهان الأخير في قاعدة اللي هو في خشم القربة، اللي هو يعني أعلن نقاط محددة جدا بأنهم سوف يحسمون المعركة مع قوات الدعم السريع ولن يتفاوضوا مع قوات الدعم السريع إلا إذا رجعوا إلى تحقيق المتطلبات التي ذكرت في منبت جردة في مايو الماضي. فما لن يكون هنالك تغيير ما دام تم القبض على هؤلاء القادة كما ذكرت الأخت لينا قبل أسبوع، وإنه المسار السياسي سوف يكون كما هو، يعني لن يختلف كثيرا ولن تكون هنالك فيه تغييرات، يعني كما أنت طرحتي سؤالك. طيب ابقى معي سيد محمود، أعود إلى ضيفتي سيدة صباح من القاهرة. ضيفنا من الرياض يقول بأنه كل ذلك لن يؤثر على المسار السياسي، هل فعلا الأمر كذلك؟
لا أعتقد أيضا، أنا أتفق في ذلك أنه لن يغير. أنا يعني أريد فقط أن يخرج الجيش، لو كان الجيش يعني بالنسبة لموضوع المحاولة الانقلابية يعني فعلا إعلانه في هذا التوقيت أو الأخبار المسربة عنه يعني بتحدث ارتباك داخل القوى المتحاربة على الأرض، وبالتالي من الممكن أن يكون الجيش لم يعلن هذه المحاولة، جاءت بتسريبات، ولكن عليه الآن أن يعلن تفاصيل هذه المحاولة وإلى أي اتجاه كانت تسير. لكن يبدو أن الجيش يسير في يعني فيما بدأ به، وهي عملية الحسم العسكري، كما تتردد التصريحات من البرهان من قاعدة لأخرى ومن مكان إلى آخر بأن عملية الحسم هي الباقية على الأرض. فكرة الحوار السياسي هو يعني هذا عليه اختلاف، يعني أن الحوار السياسي دائما سيأتي بعد مفاوضات عسكرية، وهذا هو المحور في فشل كل المبادرات والمحاولات التي تقع لتقريب وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع. وبالتالي أعتقد أن الجيش حتى في الآونة الأخيرة تحديدا وفي الأيام الأخيرة يجنح إلى عملية الحسم على الأرض بعد فشل، دعينا نقول، تجميد الإيجاد، وقصدي تجميد جدة، وفشل الإيجاد في عملية الحسم على طاولة التفاوض. وبالتالي ما يحدث داخل السودان الآن، أن لماذا يتأخر الجيش كل هذا التأخر في الحسم في الفترة طيب الأخيرة؟ سنعود الجيش إلى نقطة الحسم، ولكن دكتورة صباح، كنت سألت ضيفي سيد محمود منذ قليل بأنه لو نعود إلى الأخبار التي وردت من صحيفة السوداني، من بين هؤلاء المعتقلين أحد ضباط مسؤول بأنظمة التشويش على المسيرات، هل يمكن الربط مع ما يحدث حول العلاقات بين إيران والسودان وهذه التحركات الأخيرة؟ وزير الخارجية السوداني كان في طهران، هناك أيضا تزويد من قبل طهران للسودان لمسيرات جديدة، هل يمكن الربط بين هاتين الجزئيتين؟ لا أعتقد أن هناك ربط، يعني إذا جاء للجيش السوداني مسيرات لحسم العملية، الربط قد يكون أن هذا الضابط التشويش على المسيرات ده ضد الجيش السوداني، دعينا نستقرئ أن هذا يكون في صالح الدعم السريع، ولكن ليس له علاقة بعملية استرا أو جلب مسيرات من إيران. أعتقد أن هناك بعض القيادات، منها هذا الضابط الذي يعني أخرجت المعلومات أنه من ضمن الذين تذمروا أو داخل المحاولة الانقلابية، أعتقد أن من الممكن أن يكون هذا مؤشر أن هناك اتجاه الدعم السريع، لا يريد أن يكون هناك حسم للمعركة، وبالتالي هذا انضم إليهم. يعني المعلومات قليلة، ودائما سندور في فلك لا نستطيع التحدث فيه بيقين، لأنه طالما لم تأتي إلينا معلومات مؤكدة من القيادة العامة للقوات المسلحة، ستجدين نتحدث عن احتمالات وسيناريوهات. لكن أنا أميل كما قلت لك، طالما أنها تسريبات، المكان وادي سيدنا، الإدارة إدارة العمليات، فأميل إلى أنه تذمر، طالما انطلق من هذين الفرضيتين، وادي سيدنا وإدارة العمليات، معروف الاثنين وادي سيدنا تشهد تحركات كثيرة وضخمة تجاه الدعم السريع، وبالتالي أيضا فكرة إدارة العمليات هي برضو فكرة ضد الدعم السريع. لكن يأتي في الأخير كما ذكرتي هذا الضابط الذي يريد أن يشوش على المسيرات، هو أيضا يشوش على تفكيرنا، فإلى أي مدى هذا الانقلاب أو هذه المحاولة أو هذا التذمر كان في صالح الدعم السريع أو تذمر على قيادة الجيش، كلها إرهاصات نتحدث من خلالها. هل فعلا الجيش يحتاج إلى حسم؟ هل الذي ننتظره الآن من الجيش السوداني أن يخرج لنا بعد هذه التسريبات، أن يؤكد ماذا حدث بالفعل، لأن هذا له تأثير سلبي على الأرض في الميدان، قد يعني يحدث بعض الارتباك. يعني ما فحوى هذا الانقلاب؟ هل هو انقلاب على الجيش بالفعل أم هو انقلاب لصالح الدعم السريع؟ طيب ابقي معي سيدة لينا، أعود إلى ضيفي سيد محمود. الحديث عن الحسم العسكري
وهذا التململ داخل الجيش السوداني، برأيك إلى أي مدى سيدفع ما جرى اليوم والتغيير في الضباط والقادة في الجيش، إلى أي مدى سيدفع إلى خطوات أسرع لحسم عسكري قريب لصالح الجيش؟ طبعا يعني هو ده سؤال جيد جدا، يعني مهم جدا في نفس الوقت. يعني يمكن قد يكون هذه الحركة مؤشر أو دافع لقادة الجيش لتغيير استراتيجيتهم العسكرية في هذه الحرب، ويحاولون بقدر الإمكان تغيير هذه الخطة حسب المعطيات الموجودة عندهم. لأنه أنا اللي نحن قرأنا أنه يعني كما نعلم من بعض المحللين العسكريين أنه الجيش السوداني يستخدم اللي هو أسلوب النفس القصير في حسم هذه المعركة، ولكن طبعا لا نعرف الأسباب التي يعني يستخدمها الجيش في هذه في 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 هذا التكتيك اللي هو النفس القصير. قد يعود للإمكانيات، قد يعود لأنه في بداية الحرب كانت القوات الدعم السريع هي الأكثر في الخرطوم، وقوات الجيش هي كانت القليلة اللي هي كانت تركز أكثر في القيادة العامة وفي بعض المواقع. فأنا أعتقد هذا يمكن قد التحرك من القادة قد من هؤلاء الضباط قد يحس أو يشجع القادة على تغيير خططهم وحسم المعركة، لأنهم لا يريدون أن تتكرر مثل هذه المسائل. الذي نخشاه أن تتزمر بعض الحاميات في بقاع السودان المختلفة عن هذا الوضع. كما ذكرتين أنت، يعني ذكرت نقطة مهمة جدا، أنه حامية بابا نوسى حققت انتصارات، فلماذا هذا البطء؟ لماذا هذا عدم التحرك السريع في حسم هذه المعركة؟ وأنا كما ذكرت لك يعني قاعدة بابا نوسى تقع في أقصى أو في هي محاصرة بين كل قوات الدعم السريع الموجودة في غرب السودان، واستطاع أن تحقق يعني انتصارات يعني أشاد بها قائد الجيش السوداني نفسه. فلماذا لا تحقق هذه الانتصارات في المواقع الأخرى من في الخرطوم أو في مدني أو في بعض المناطق التي انتشر فيها قوات الدعم السريع؟ نحن نتكلم الآن قوات الدعم السريع بتتحدث عنها سوف تتحرك إلى سنار، إلى القضارف، وحتى يهددون بأنهم سوف يصلون إلى بورسودان، إلى 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 إقليم وادي اللي هو الشمالية أو ولاية نهر النيل. فأنا أعتقد هذا يعني تحرك أنا دافع قد يجعل من قادة الجيش السوداني تغيير استراتيجيتهم في الحرب، لأنهم لا يريدون أن يقعوا في أخطاء جديدة. يعني نعم، أشكرك ضيفنا محمود العوتا، كنت معنا من الرياض، والآن نعود أو نرحب بضيفنا من القاهرة المحلل السياسي السوداني صدقي مطر. أهلا وسهلا بك سيد صدقي معنا في هذه التغطية المفتوحة. أسمع منك تعليق عن الذي جرى. صباح الخير، صباح الخير على المشاهدين. الحدث حقيقة ما جرى، أنا حسب تسريب المعلومات التي أتت، أنا في رأيي هذا تذمر وليس انقلابا، لأن الانقلاب له في السودان عادة يعني تحفظ على القيادات، لما يتم انقلاب في السودان يتم القبض على قيادة الجيش مثلا وكذا. أما الآن هذا ما جرى في منطقة وادي سيدنا حسب التسريبات التي وردت، وهذا يعني نحن ننتظر الآن يعني ننتظر الجيش أن يصدر بيانا يوضح ما جرى، إن كان تم القبض على بعض القيادات العسكرية حسب التسريبات التي وردت الآن. فأنا بالنسبة لي كتحليل مبكرا الآن إبداء رأي بصورة واضحة، لأن هنالك حتى الآن هنالك ضبابية في ماذا جرى في 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 الخرطوم أو في السودان. ويجب أيضا النظر إلى أن هنالك انتصارات كبيرة جدا جدا للجيش الآن. هل هذا هو تشويش لما يجري الآن من انتصارات للجيش أم هنالك أمر آخر؟ هذا في رأيي. أمر آخر مثل ماذا؟ لا أؤكد ولا أجزم حتى الآن أن هذا انقلابا. حتى إن كان هنالك بعض التحركات فاعتبرها تزمرا وليس انقلابا.
قد تكون تذمر من بعض الإجراءات التي تتم وليس انقلابا. طيب سيد صدقي، مراسلتنا أو مديرة مكتب الحدث أكدت بأن هناك اعتقالات سواء تمت الآن أو قبل أسبوع، ولكن اعتقالات لضباط مهمين في الجيش السوداني، تذمر أو تململ كما شئت أن تسميه. ما الدافع وراء ذلك وما طبيعة الأوامر التي لم يستجيبوا إليها أو لم يلتفوا حولها؟ ما طبيعة الخلافات التي تدفع لهذه الاعتقالات برأيك؟ كما ذكرت لك أنا لن أقول أن لن يكون هنالك اعتقالات لبعض الضباط حسب المراسلة الأستاذة لينا، ولكن هذا ليس أمر يعني قد يؤدي إلى انقلاب. الانقلاب كما ذكرت لك سابقا يتم حسب يعني كل الانقلابات التي تمت في السودان تتم قبض على قيادات الجيش مثلا في القيادة العامة، احتلال المناطق، كل الوحدات في السودان تعلن ذلك. فلذلك لم تعلن أي وحدة من الوحدات العسكرية في السودان الآن انضمامها لهذا التحرك الذي نسمع به. فلذلك أنا كما ذكرت لك لا أنقض ما تم ذكره من الأستاذ لينا ومن صحيفة السوداني، إنما أقول قد تكون هنالك احتقالات قد تمت، قد تكون هنالك احتقالات، الاحتقالات مثلا من الناحية العسكرية، قد تكون هنالك من البعض لم ينفذ بعض الأوامر. طيب ما طبيعة هذه الأوامر؟ قد تكون الأوامر ترتبط بالتحركات الميدانية العسكرية، قد تكون هنالك مثلا أوامر قد صدرت لبعض القيادات بالذهاب إلى منطقة ما ولم يتم الموافقة عليها، ومن الناحية العسكرية في هذه الحالة يتم التحفظ على القائد الذي لم ينفذ القرارات. أما أنا أؤكد أنه ليس هذا انقلابا بالمعنى الذي نعلمه جميعا في السودان، الانقلاب ليس بهذه الصورة، ولكن أسميه تذمرا، أسميه قد تكون أيضا نوع من كما تذكرت لك عدم إيفاء القرارات التي صدرت إليهم بالذهاب، كما حدث في مدني مثلا. في مدني لم يصدر مثلا قرار لقائد الجيش في منطقة مدني وتم التحفظ عليه وهنالك تحقيقات في الأمر. طيب هذا شيء طبيعي يعني. وهل ذلك طيب هل ذلك يصل إلى درجة اعتقال قيادات عسكرية وصفت بأنها الأكفأ بعد كل هذه الأشهر من المعارك في ظل عدم حسم ميداني؟ أنا بالنسبة لي لم يصدر قرار من قيادة الجيش حتى الآن بذكر أسماء أن أصنفها إن كانت قيادات لها ثقل في قيادة الجيش أم لا. لم يصدر قرار أو يصدر أي تصريح صحفي من قيادة الجيش يذكر ما حدث، غيروا كل لذلك هذه كلها هذه كلها تكهنات، وهذه قد تكون في الحقيقة أن يكون هنالك تم القبض على قيادات من الجيش السوداني، ولكن هذا لا يعني أن هذه أكرر مرة أخرى أن لا يعني هذا أنه انقلابا. الانقلاب لا يتم في بتلك الصور في السودان. بمرت سنين يعني كل الانقلابات التي مرت على السودان منذ الاستغلال حتى الآن لم تكن بهذه الصورة. طيب لكن السياقات الآن مختلفة سيد صدقي، السياقات مختلفة. نعم. سواء سياسيا أو حتى عسكريا. نعم أتفق معك. هنالك الوضع كما أذكر دائما أن السودان الآن يمر بمرحلة حرجة جدا جدا، مرحلة حرب، لذلك هنالك تكون هنالك بعض الإخفاقات في بعض المناطق من القيادة العسكرية في بعض الأشياء، ولكن هذا لا يعني أن الجيش يتقدم في كل المحاور. الآن إذا نظرنا إلى الأمر الأخير، الجيش حتى إذا أراد أن يكون هنالك انقلابا ينقلب إذا كانت هنالك انهزام للجيش أو كذا، لكن الجيش الآن يتقدم في كل المحاور، الجيش الآن ينتصر في كل المحاور. طيب إذا كان يتقدم وينتصر في كل المحاور لماذا جرى كما وصفته أنت بتذمر داخل الجيش؟ قد يكون هنالك تذمر من عدم الإقدام إلى الهجوم لبعض المناطق، قد تكون هنالك بعض القرارات من القيادة أن هذا الأمر ليس لا يتم الآن وإنما يتم في فترات متباعدة، قد يكون هنالك اختلافات ما بين قيادات الجيش في بعض المناطق أن يتم الحسم سريعا لأن هنالك الانتصارات الآن، قد تكون بعض الأشياء كذلك، لكن
ليس الآن يعني الجيش الآن في موقع المنتصر، فليس من المعقول أن تكون هنالك قيادات تريد الانقلاب على قيادة الجيش التي يعني إن كان هنالك انقلابا قد كان ننظر إليه في السابق، ولكن في هذه الفترة التي نحن فيها والجيش ينتصر طيب. في كل المحاور إن لم يكن هناك انقلاب برأيك ما الدوافع وما الرسالة هنا من وراء هذه التسريبات؟ لا أنا هذه التسريبات تسريبات صحفية من جهات موصوف بها الأستاذة لينا الأستاذ يعني صحيفة السوداني، أنا لا أنقض هذه التسريبات، قد يكون هنالك شيئا ما، فلذلك الآن من الأجدر لنا أن ننتظر إلى أن يصدر قرار من الجيش السوداني بيان صحفي يوضح ما جرى، وهذا يعني ما يتوقعه كل السودانيين الآن أن يكون هنالك بيان صحفي من قيادة الجيش السوداني أن يعني تضع الشعب السوداني في الصورة بماذا جرى، ماذا جرى في منطقة أمدرمان بالتحديد، لأن ما تحدثت عليه كل الوسائط الإعلامية الآن وحتى الجهات الإعلامية أن ما جرى في مدينة أمدرمان. والغريب فإن مدينة أمدرمان هي أكثر منطقة الآن تم فيها الانتصار على قوات الدعم السريع المتمردة، فلذلك أنا يعني من أفضل أن أنتظر قليلا ليصدر قرار صحفي من قيادة الجيش ثم قد أحكم بعد ذلك. طيب لنعود ما نقلته مصادر الصحيفة التي قالت بأن هذه الاعتقالات تزامنت مع زيارة إبراهيم جابر مساعد قائد الجيش السوداني لمنطقة واد سيدنا العسكرية، برأيك ما إن تم فعليا وإن حدث ما صرحت به هذه الصحيفة، ما الذي يعنيه وما دلالة أن تتم هذه الاعتقالات بالتزامن مع زيارة إبراهيم جابر؟ ليس هنالك أي علاقة بزيارة إبراهيم جابر. إبراهيم جابر أحد قادة المجلس العسكري، من الطبيعي أن يزور منطقة وادي سيدنا، أن يزور كل المناطق العسكرية، ولكن ما تم ربطه قد يكون نوع من التشويش وتكون المعلومات غير صحيحة. أنا أجد ما بين قوسين ربط زيارة جابر بمنطقة وادي سيدنا ثم الخروج الآن بخبر بعض القيادات التي تم القبض عليها في انقلاب في فهذا ربط أنا لا أميل إليه حقيقة، لأن هذا الربط قد يسبب نوع من عدم الثقة في بعض القيادات الأخرى. فلذلك أنا يعني زيارة جابر هذه زيارة طبيعية، أنا لا أعلم لماذا يتم الربط بينها وبين ما جرى الآن. فليس هنالك إن كان تشويشا كما وصفت جابر. إن كان تشويشا كما وصفته، التشويش لصالح من؟ صالح الدعم السريع القوات المتمردة. قد يكون هنالك بعض التسريبات التي أتت من قبل الميليشيات المتمردة لخلق نوع من الزعزعة في أوساط الجيش السوداني بعد الانتصارات التي قام بها وبعد التقهقر التي أصاب قواته، فهذه عملية قد تكون إعلاميا أنا ليس لا أكثر ولا أقل. فلذلك أنا يعني حقيقة أنا لا أستبعد أي شيء في الوضع الحالي الآن الذي يجري في السودان، ولكن لا أجد أن هنالك مبررا لأي أو قائد عسكري أن يقوم بانقلاب في هذه الفترة بالذات، لن يجد القبول لدى الوحدات. كما ذكرت لك سابقا كما تعودنا الانقلابات في السودان الانقلابات تتم باتفاق كل الوحدات التي خارج السودان خارج أقصد الخرطوم، وتقوم بإصدار بيانات تأييدا للانقلاب. فلذلك هذه تحركات فردية لا يحسب لها تلك القيمة التي نراها الآن، يعني مثلا الآن لأن هذه قد يكون بعض القيادات التي قد تزمرت على قيادتها قيادة الجيش. فلذلك ليس هنالك إجماع من كل القيادات العسكرية، لم نسمع أن هنالك قيادة جهة عسكرية قيادة من القيادات العسكرية في بعض المناطق في ولاية السودان أصدرت قرار دعمها لهذا الأمر الذي تم إن كان صحيحا. أرجو أن تبقى معي سيد صدقي لأعود إلى ضيفتي. نعم. من القاهرة سيدة صباح. سيدة صباح، ضيفنا قال بأنه قد يكون ما جرى هو تحركات فردية، ولكن أعود دائما هنا للسؤال عن
الرسالة وراء ذلك سواء من حيث التوقيت أو السياقات السياسية أو حتى العسكرية، تحركات البرهان من جهة مع الجانب الإيراني، تحركات الدعم السريع من جهة أخرى وزياراته خارج السودان؟ يعني دعينا نتحدث أيضا، هذا الحديث الذي نتحدثه الآن هو مجرد حديث إرهاصات بعيد عن التحليل على المعلومة، ليس لدينا المعلومة الكافية، لكن دعينا نذهب في سياق أن يعني كما أشار أن الموضوع عملية فردية أو ما هي الرسالة. قد تكون الرسالة كما قلت لك إحنا بين سيناريوهين، إما أن يكون هذه المحاولة إذا كانت محاولة بالفعل ضد قيادات الجيش وضد السياسة التي ينتهجها البرهان، أم أنها عملية تواطؤ كما ذكرت لك من قبل. هل هي عملية عسكرية فردية؟ لا أعتقد أنها تكون عملية فردية في هذا التوقيت. أي شخص في هذا التوقيت ومع احتدام الحرب في السودان يتطلع لمحاولة انقلابية حتى لو كانت طمعا في سلطة، ليس يعني بالتأكيد في هذا التوقيت ليس هناك أي مجال لطمع في السلطة. أعتقد أن من يحاول أن يقوم بمثل هذه المحاولات في هذا التوقيت هي محاولات يعني أعتقد أنها انتحارية وليست هناك سلطة على وجه التحديد، وبالتالي عمليات فردية إما أن تكون ضد سياسات الجيش أو تواطؤ مع الدعم السريع. لكن أنا دايما أميل كما ذكر بعض الزملاء أنها هي عملية تذمر، لا يمكنني أبدا، ولو كانت هي محاولة انقلابية بالمعنى، يعني كما ذكرت لك هناك محاولات حدثت في الجيش قبل الحرب بكثير لم يكن يعلن عنها، قد تكون مجرد محاولات ضعيفة لا يريد الارتباك على الأرض، وقد تكون هذه المحاولة أيضا هي عملية احتجاج على شيء ما لا نعلمه داخل الجيش السوداني. ولذلك أنا دائما أرجع لحديث لينا بأنه العملية الاعتقالات لم تقم اليوم أو أمس، إنما هي اعتقالات من أسبوع، وبالتالي الجيش لم يعلن عنها. لكن تم الإعلان عنها. تم الإعلان عنها من؟ من مصادر صحفية، ليس من وأكدتها مديرة مكتب الحدث. بالتأكيد أنا لا أشكك في حديث لينا، لكن أنا أتحدث عن فكرة أن لماذا لم يعلنها الجيش؟ هل هي كانت محاولة كبيرة؟ أنا لا أشكك في الاعتقالات، أنا أشكك لماذا الجيش طيب لم يعلنها. دعيني أحول هذا السؤال إلى ضيفي، برأيك لماذا لم يعلن الجيش لحد اللحظة؟ سيد صدقي هل أنت معي؟ نعم. لم يعلن الجيش كما ذكرت الأستاذ صباح والأستاذ علينا أن هذه الاحتجاجات قد تمت قبل أسبوع. إن كانت صحيح قد تمت هذه الاحتجاجات قبل أسبوع، فإن الأمر يعني نحن الآن أنا أرى كل القيادات العسكرية التي تتحدث عنها البعض التي تم اعتقالها، يعني نتابع في الميديا أنها تقوم بأداء دورها في المناطق التي المناط بها القيام فيها بدورها. فلذلك أنا لا أريد أن أتعجل حقيقة، وقد تكون أركز على التذمر، وأتفق مع الأستاذ صباح أن هناك تذمرا، وإن من يقوم بهذا الأمر الآن يعتبر انتحارا وليس انقلابا، لأن كل الشعب السوداني الآن خلف قيادة الجيش السوداني، فلن تجد القبول أي حركة الآن قد لا تجد القبول من الشعب السوداني. هذا في المقام الأول. ثم في المقام الثاني ليس هنالك خطورة بأي تحرك تم الآن في منطقة وادي سيدنا كما ذكر. فأكرر مرة أخرى حقيقة هذا الأمر أشكرك. إن كان تم القبض عليهم إن كان عفوا فقط في هذه النقطة إن كان تم القبض عليهم قبل أسبوع، فإن هنالك ليس خطورة في الأمر، لأن الجيش لن يعلن ماذا جرى قبل أسبوع. أشكرك المحلل السياسي السوداني صدقي مطر، كنت معنا من القاهرة، كما أشكر أيضا ضيفتنا من القاهرة صباح موسى الصحفية المتخصصة في الشأن الإفريقي. إذن مشاهدين بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الساعة من التغطية، ولكنها لا تزال متواصلة مع الزميلة تهاني الجهيني على رأس الساعة. ابقوا معنا إلى اللقاء.